الحالي وبدنا نجرب نتناقش مع بعض نقول شو ممكن نقدم اقتراحات للتدخل مع هالحالة على عدة مستويات. بالكون والإنسان من لما وجد إنسان كان هو الحق في الحياة، الحق في العيش. لبنان بلد شو؟ دولة اسم كبير، دولة
شيء حلو يعني الواحد هيك وسع عليه. صرنا عائلة من أول يوم كنا شوي كنا على الطاولة في المطار في شوي خشب بالطاولة آخر يوم صرنا تعرفت على كل شيء بخص الحقوق والشيء اللي مش عم يصير للشباب والصبايا. نخبة من الشباب كانوا موجودين بيناتنا وهن قادرين لأحداث تغيير بالمجتمع. والمدربين كانوا كتير منيح معنا وكان جو ألفة وعائلة، وكمان حبيت النشاطات كلياتهم كانوا كتير مهضومين كتير حبيبين مثل كل الموجودين هون. على أمل إنه يكون هاي فرصة لا نقدر نبني جيل على الأقل واعي على حقوقه وبيعرف يدافع عنا والمراحل الأخرى بينشط يدافع عنا. Gustavo!